حينما بدأ فهد لعب هذه اللعبة، قد كانت نقطة انطلاقته من المملكة الرابعة، ولم يهاجر إلا لمملكتين فقط، وهما المملكة 20 والمملكة 196. وها هو يريد الرحيل من هناك لخوض مغامرة جديدة على أرض جديدة، لنرى سويا أين ستكون تلك المحطة، وعلى أي أرض سوف يستقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم جايب لكم مقطع عن الهجرة، بحكم أني أنا راح أنتقل الآن، فقلت ليش ما أغطي وأسوي موضوع كذا على السريع عن الهجرة. الأسئلة كلها اللي في بالك راح تنتهي الآن إن شاء الله. طيب، نسوي زوم آوت على الخريطة، نضغط على هذا الرمز. حلو، الآن طلع لي الممالك اللي في القارة اللي أنا متواجد فيها. طبعا أنا موجود في المملكة هذه اللي هي 1196. بتقول كيف عرفت؟ طيب هذا هو الرمز اللي راح يطلع لك. عندي هنا حسابين، اللي هو هذا في واحد ثاني، على افتراض أني أنا راح أنتقل إلى 1200. حلو، الملك حق المملكة هذه اللي هو هذا هو اسمه، مضى على المملكة 298 يوم، يعني قديمة جدا. الحد الأقصى لقوة الهجرة 25 مليون. طيب من اللي يحدد هذه القوة؟ اللي هو هذا الملك هو اللي يحدد. يعني إذا أنت قوتك فوق هذا الرقم، تكلمت تقول يا فلان أنا أبغى أنتقل للمملكة لكن ما أقدر لأن قوتي فوق هذا الرقم، وتعلم عد كم قوتك، فهو راح يعدل هذا الحد. حالة المملكة سهلة جدا لأنه في كثيرين يلخبطون، فخلوني أشرح لكم باختصار. ناشئين يعني تو المملكة حديثة، توها طالعة. محمي يعني اللاعبين جوا قاعدين يتطورون، وأنت ما عندك صلاحية أنك تشوف التحالفات والخريطة حقة المملكة المحمية. مفتوحة يعني خلاص الآن تقدر تشوف الخريطة وأسماء التحالفات. مطورة يعني مضى عليها 120 يوم. هنا إذا شفت 120 يوم يعني الآن تقدر تنتقل لهذه المملكة. مقيدة الهجرة يعني المملكة الحالية عندها حرب الممالك، فما تقدر تنتقل لها وهي قاعدة تحارب ممالك ثانية في المملكة المفقودة. مطورة طبعا هي هنا مكتوب متقدم، اللي هي مطورة نفس الكلام. حلو، قلنا الحد الأقصى لقوة الهجرة اللي هو هذه، لو أبغى أهاجر ما أقدر لأن قوتي فوق هذا الرقم. فخلوني أشوف يعني مملكة ثانية، غرناطة. حلو، هذا حاط 45 وأنا تحت هذا الرقم، ممتاز. الآن أبغاك تركز معي لأن الموضوع جدا بسيط وسهل. يقولك علشان تنتقل لازم في شروط، إذا نفذت هذه الشروط يعني انطبقت عليك معناه أنت تقدر تهاجر. حلو، خلينا نشوف الشروط هذه. أول شرط عندنا اللي هو قاعة المدينة تكون 16 أو أعلى. أنا الحمد لله 25، يعني هذه انتهينا منها. الشرط الثاني يقول لك يوجد ما يكفي من صفحات جواز السفر، ممتاز. كيف أعرف؟ كيف أعرف كم المتطلبات؟ ننزل هنا تحت نشوف، يقول قوتك الحالية هي هذه، لذلك راح تكلفك 12 صفحة جواز سفر. أنا الحمد لله وفرت 12 صفحة هذه، خلاص يعني الشرط الثاني انتهينا منه. الشرط الثالث يقول لك جميع قوائم الانتظار للمسيرة فارغة، يعني ما يكون في جيش برا المدينة، يعني كلهم داخل مدينتك. الشرط الرابع يقول لك لا مدينتك ولا قواتك في المعركة، يعني ما تكون في حالة حرب، يعني ما انت قاعد تحارب أحد. تمام، ممتاز، هذه خلصنا منها. الشرط الخامس أنت لست جزءا من أي تحالف، يعني مفروض أنك تطلع برا التحالف، بنسوي هذه بعد شوي.
الشرط السادس يقول لك لا يتجاوز عدد الموارد التي تمتلكها القدرة على حماية متجرك. فهذه راح أوريكم مهم تلقونها. الشرط السابع يقول لك إذا انتقلت تنتظر 30 يوم يعني شهر حتى تقدر تنتقل مرة أخرى. خلاص هذه وضحت الآن. معلش أنا الصوت عندي تعبان اليوم فالمعذرة. خليني أوريكم الشرط السادس. نرجع للمدينة، أروح المخزن وأشوف كم مطلوب مني هنا. أنا في المستوى 24. يقول لي علشان تنتقل لازم تكون الموارد هذه موجودة عندك، ما تزيد عن هذه الموارد، يعني ما تقدر تاخذ الموارد هذه. شوف الموارد أنا كم عندي هنا، هنا فوق 80، فوق 80، فوق 50، هنا فوق 20. فلازم أني أتخلص من الموارد هذه بحيث أنه ما يكون عندي في المدينة إلا هذه الأرقام. طبعا على حسب المستوى، أنت أي مستوى؟ أنا 24 معناه أنه لازم يكون عندي الموارد بهذه الأرقام. ممتاز، أنا راح أعطيها أحد اللي موجودين معي في التحالف، يعني أتبرع له بالأشياء هذه حتى أنتهي من الشرط السادس. فخليني بعطيها القائد بحكم أنه كان يعني حبيب ومتعاون معي لأبعد حد. طيب خلوني أنا الآن أتخلص من الموارد هذه وبعدين أرجع لكم بعد شوي بعد ما أتخلص منها. ممتاز، الآن بعد ما فرغت الموارد، طبعا ما يهم أنت تبغى تبقي ما تبغى تبقي موارد، هذا شيء راجع لك لأنك أنت راح تبدأ من أول وجديد مع الموارد هنا. حلو، خلاص الآن انتهينا من الشرط السادس اللي طلبه مني. الشرط الأخير ايش يقول؟ أنك لازم تكون خارج التحالف. فالآن بطلع من التحالف من هنا، مغادرة التحالف، يعطيهم العافية ما قصروا. والآن أنا رسميا برا التحالف. الحين أروح أختار المملكة. طبعا قبل ما أختار المملكة علشان ما تقول لي وين ألقى صفحات جواز السفر، طيب إيه هذه هي عالم جديد تشتريها طبعا كل ما تشتري كل ما راح يرتفع المبلغ. أو الطريقة الثانية من خلال متجر التحالف، تقدر تشتري بالنقاط طبعا جوازات السفر. خلاص خلينا الآن ننتقل بعد ما انطبقت الشروط علينا. فقررت أني أنا أختار المملكة 1220 اللي هي فيها العرب. طبعا مو معناه أنك قوتك يعني قليلة تقدر تجي، لا، حاول أنك ترفع مستواك بعدين تقدر تنضم. لا تجيني بقوة قليلة لأنك ما راح تقدر تنافس في المملكة القديمة، أي مملكة قديمة عموما. طور نفسك في المملكة اللي أنت فيها أو في مملكة ثانية جديدة عندك بحيث أنك تقدر تنضم مع الأقوياء في أي وقت. طيب لا يوجد حد أقصى، يعني أي أحد يمديه ينتقل لهذه المملكة. ممتاز، أنا الآن رسميا في المملكة، المملكة 1220. ونقول بسم الله، والله يعيننا على المهمة الجديدة اللي معهم، والحمد لله على كل حال. وهذا اللي كان عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.